السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الطريقة التي يمكن اتباعها لإضافة المخلفات العضوية تامة التحلل إلى النباتات المزروعة بالفعل. لو إحنا لسه بنكون تربة جديدة هيكون الموضوع بسيط، هنخلي المخلفات العضوية جزء من مكونات التربة. طيب لو إحنا عندنا نبات مزروع بالفعل ونبات في قصيص كبير، هنضيف المخلفات ازاي؟ قبل ما نعرف ازاي نضيف المخلفات لازم نتأكد اولا ان المخلفات اللي احنا هنضيفها تامة التحلل. كنا عملنا فيديو قبل كده على القناة بيتكلم عن الموضوع دوت، لو حد عاوز يتعرف على الطريقة ممكن يرجع للفيديو على القناة. طيب انت توفر لديك المخلفات العضوية تامة التحلل. المخلفات العضوية هي اي مخلفات لطائر او حيوان اكل العشب، بنقوم بعملية التحلل ثم بعد كده بنضيف المخلفات للنبات. طبعا احنا دلوقتي بادئين في نشاط او موسم نشاط النباتات، هتبدأ في الفترة دي تطلع نموات جديدة، تبدأ تزهر، هتبدأ تكون الثمر، فيجب على المربي النباتات ان يراعي هذا الامر بإضافة الأسمدة والمادة العضوية للنباتات حتى تنمو بشكل كامل بدون مشاكل. طيب احنا النهارده هنعمل مرحله اضافه المخلفات العضويه. المخلفات العضويه عندنا هيت هنبدا نضيفها للنباتات. هنضيف ازاي؟ الطريقه المتبعه ان احنا هنقوم بعمل جوره بجوار جدار القصيص بعمق تقريبا نص العبوه اللي فيها النبات، وبعد كده نبدأ نضيف المخلفات. ممكن نعمل جورة هنا وجورة هنا وجورة هنا في أركان النبات بحيث ان احنا نكون بعيد عن ساق النبات. النبات التاني شكل معانا دلوقتي دوت، ده من اول الشتاء الماضي، من بداية الشتاء الماضي يعني تقريبا حوالي 3 شهور لم اضيف له اي نقطة ماء، فقط هي ماء الري، حتى تلاقي التربة جافة جدا والكف جف من الأعلى، ولكن هي دي الطريقة المتبعة مع التين الشوكي حتى يثمر بإذن الله. نفس الكلام هنعمله مع التين، هنعمله مع نبات القفص الصدري، برضو هنعمل جورة بجوار جدار القصيص ونضيف المخلفات. خليكم معانا كده، عملنا جورة بجدار الجدار بتاع النبات، هنبدأ نضيف المخلفات العضوية. ملينا الجورة، هنبدأ نغطي. ونعمل جورة جديدة في مكان جديد. تبقت الخطوة الأخيرة وهي التسميد. أنا بستخدم سماد كريستالون هولندي ونروي ري غزيرة بحيث يبدأ النبات يتشبع بالمية ويبدأ توصله العناصر الغذائية اللي في السماد ويسرها السماد العضوي، وإن شاء الله يكون موسم نمو جيد على النبات وعلينا كلنا بإذن الله. خليكم معانا.
كده نكون أتمينا عملية إضافة السماد العضوي للنبات. دمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.